السلام عليكم، اهلا بكم، مرحبا بكم مره اخرى على قناه عالم ساره او لو موند دو ساره. الى لاحظتوا انني بدلت اسم القناه. القناه كان الاسم ديالها مطبخ كلوك او كوزين كلوك، كانت خاصه الا بالطبخ، واليوم حبيت نبدل نخليها، حبيت نرد قناه متنوعه فيها مشتريات، جولات في المحلات، تدابير، مهم تقاسم معكم الصوالح اللي نعرفها ان شاء الله. بالنسبة لها اليوم فضلت نشارك معكم وصفة ليمول بالبطاطا المقلية. هذه الوصفة ما حضرتهاش غير بوحدي، كانت درناها أنا والأخت تاع الزوج ديالي، نوجه لها تحية من هذا المنبر. يلا تشوفوا معي المقادير وطريقة التحضير، نتمنى لكم فرجة ممتعة. هنا نبدأ على بركة الله، بسم الله. هنا دارت خصلة المول، خصلاته وما عملتش في الماء بزاف، ما تغمروش بزاف في الماء، غير تلقوا عليه الماء وعاود صفيوه. ونبداو نقيو بالحبه بالحبه، ودي خاويه نرميوها، وهذاك الجوانب نتاع الليمول كامل نقيوهم بواسطه السكين. بالنسبه للمقادير نحتاج الى 4 بصلات كبار او 5 على حسب كميه المول. نحتاج الى كميه من لي شالوت، هذاك نوع من البصل يجي صغير ويجي في اللون ديالو يجي بنفسجي. نحتاج الى 150 غرام من الزبده، علبه من القشده الطريه او لا كريم فريش. نحتاج الى الملح، فلفل اسود والمعدنوس، وما نساوش ليمونه، نسيت باش نحطها لكم في مع مش صورة لكم مع المقادير. ليمونه واحده. هنا بديت نقطع البصل والشالوت والمعدنوس الى قطع صغيره. هنا جبت مقلات وضعتها فوق النار، ذوبت هذيك الزبده 125 غرام، قبيل قلت لكم 150 هي 125 غرام. ما تنخلعوش من كميه الزبده لان الليمون يحب الزبده، وعندي كميه كبيره عليها، عملت بزاف تاع الزبده. هنا نقليو هذيك البصل ولي شالوت مع بعض، نخليهم يتقلاو حتى يحمروا لنا. وهنا ضفت كميه من الملح ونخليهم يتقلاو حتى يطحى اللون ديالهم ذهبي. ضفت كمية من المعدنوس اللي كنت قطعته إلى قطع صغيرة. وزيد ضفت كمية من الفلفل الأسود.
نوضعوا هذه الكمية تاع الليمون بعد ما نغسل جيدا. ونبداو نخلطوا هذيك البصل اللي كنا قليناهم في الاول مع الليمون. هنا هذه الكاسرونه اللي خدمت فيها عذبتني شويه في الخدمه. نتوما اختاروا حل الكاسرونه اللي تكون كبيره باش تجيكم العمليه سهله. وهنا بعد ما تقلى هو يبدا يطيب وهو يبدا يطلق الماء ديالو. ما تضيفولوش الماء، خليوه كيما راه، ما تضيفولو لا ماء لا والو. هو يبدا يطلق الماء ونضيفو علبه من القشده الطريه. هذه علبه من القشده الطريه على حسب الكميه اللي تكون عندكم. اذا كانت عندكم كميه قليله ما تعملوش كامل علبه، على حسب. ونبداو ندخلو هذيك لا كريم فريش في هذاك ليمون ونخليوه غير حوالي 3 دقائق الى 4 دقائق ونطفيو عليه، ونضيفو قطع من الليمون في الاخر. وهنا بعد ما خليته زعما شرب هذيك لا كريم فريش، رفقته مع البطاطا المقليه. وهذا هو الوصفه نتاع نهار اليوم. هذا هو طبق التقديم، ان شاء الله ستكون نالت اعجابكم وتجربوها في بيوتكم. وما بقى لي اخواتي الا نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والى الملتقى في وصفات اخرى ان شاء الله. سلام.